مشاهدينا اينما كنتم، تحيه مجدده لكم وعوده لاستكمال بقيه فقرات غرفه الاخبار، حيث انتعشت السياحه الداخليه في الجزائر، فتسابقت الوكالات السياحيه لعرض رحلات مميزه الى عده مناطق سياحيه لتليها عروض احتفالات راس السنه، علها تستنجد او تعوض الخسائر الكبيره التي تكبدتها الوكالات خلال هذه الجائحه، خاصه مع الغاء العمره التي كانت تعتبر تنفس لها. مشاهدينا، للحديث عن هذا البرنامج المسطر والخاص باحتفالات رأس السنة، نسعد بالتواصل بالسيد مولود يوبي، رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والسفر. صباح الخير أستاذ يوبي. صباح الخير سيدتي، أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير ولا بأس عليكم إن شاء الله. كل الشكر لك سيد يوبي على تواصلك معنا. إذا في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي تعيشها الجزائر على غرار مختلف دول العالم، وفي ظل هذه الاحتفالات المتعلقة برأس السنة، ما هي الاستراتيجية أو الخطة المعتمدة لدى الوكالات السياحية من أجل تعويض ربما ولو بالشيء القليل والبسيط من الخسائر التي تكبدتها جراء هذه الجائحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الوكالات السياحية الجميع يعلم أنها عانت كثيرا منذ بداية جائحة كورونا. أغلب الوكالات السياحية الجزائرية حوالي 90% لا زالت مغلقة اليوم، وهناك حوالي 10% اللي راهي فاتحة أبوابها واشتغلت نوعا ما على السياحة الداخلية. احنا في العام اللي فات كوكالات سياحية حاولنا بعد قرار فتح الوكالات، حاولنا انه نديروا برامج سياحية للسياحة الداخلية، ولكن مع الأسف يعني اولا لاحظنا عزوف بعض المواطنين، لانه المواطن الجزائري لما يسافر في الجزائر معروف انه يتنقل لحاله، يعني ما يتنقلش عن طريق الوكالات السياحية. هذا أول ما صادفنا، وثانيا بعض قرارات الغلق التي كانت من هنا وهناك مثل ما جرى في تغيط وبشار في نهاية السنة الفارطة. الوكالات السياحية اليوم يعني ما هيش حتى طلبات يعني تاع الزبائن مقارنة بالعام اللي فات، طلبات في تناقص، ما هيش يعني طلبات كثيرة أو كما يتحدث عنها بعض الجهات الرسمية أنه هناك ازدهار، و بالعكس احنا كوكالات سياحيه، حتى انا اتصلت امس بوكالات من تمن راست وبعض المناطق، يعني ما كانش طلبات كثير على السياحه الداخليه. هناك خرجت هناك كذلك مع الاسف في غياب الوكالات السياحيه التي اثرت عليها الجائحه بصفه كبيره جدا، ظهرت هناك بعض الصفحات الفيسبوكيه من هنا وهناك وبعض مكاتب الاعمال وبعض مكاتب الاتصال اللي اشتغلت على السياحة الداخلية، وإحنا كنا حذرنا منها لأنه تبخس حق المواطن الجزائري. بالنسبة لهذه السنة كما قلت الوكالات السياحية أغلبها ما زالت مغلقة، وكما تفضلت سيدتي مع الأسف أن الوكالات السياحية الجزائرية قبل جائحة كورونا كانت تعتمد على برنامج العمرة وبرنامج السياحة الخارجية. كنا كوكالات سياحية نعتمد في دخلنا أساسا على تصدير السياح إلى الخارج، وهذا مع الأسف يعني أنا كوكالة سياحية جزائرية أتأسف لهذا، ولكن لابد أن أعترف بأخطائنا. الجائحة كانت فرصة جيدة وسانحة للوكالات السياحية الجزائرية وحتى المنظومة السياحية الجزائرية كاملة، سواء السلطة الوصية أو الفنادق أو الوكالات السياحية أو جميع المتعاملين في مجال السياحة الجزائرية، أننا نخلق سياسة سياحية مستدامة ونخلق ديناميكية سياحية جزائرية، ونجعل قطب من أقطاب بناء الاقتصاد الوطني والسلسلة الاقتصادية. ولكن مع الأسف لحد الآن ما نش نشوفه أنه يعني هناك ميكانيزمات حقيقية لجعل الجزائر وجهة، رغم أنه الفريق الوطني لكرة القدم لما فاز بكأس العرب أظن أنه سوق وروج للسياحة الداخلية أكثر من جميع الوكالات السياحية الجزائرية والسلطة الوصية والهيئات المسؤولة عن الترويج والتسويق للسياحة في الجزائر. اليوم السياحة الداخلية، أنا أمس شاهدت تصريح رسمي أن هناك 16,000 سرير في 24 ولاية جنوبية، وهذا عدد قليل جدا، يعني بمعدل أنه ما كانش 1,000 سرير في كل ولاية. لا نستطيع أن نتحدث
تتحدث عن السياحة وإحنا ما عندناش مرافق سياحية، ما حبان الله به من مقومات سياحية، من رسومات، من نقوشات صخرية، من مسارات ومسالك سياحية في الجنوب، في جانات أو في طمن راست أو في أضرار أو في توكورت أو في غردايا أو في البيض أو في الأغواط، أو المقومات السياحية الجزائرية لا يعلمها إلا الله. احنا كوحدة جزائرية مع الأسف ما نعرفوش بلادنا، لا نستطيع احنا اليوم أن نسوق إلى برامج سياحية في ظروف يعني مثل هذه. أنا أظن أن المنظومة السياحية الجزائرية ما زال فيها عمل كبير وكبير جدا، يعني عمل جبار. نعم السيد يوبي، فقط في هذه النقطة، بما أن الجزائر يعني تزخر بمقومات يعني أثرية وثقافية كبيرة، ونحن ربما لا نعمل على الترويج لها بالطريقة الصحيحة من أجل استقطاب عدد أكبر من السياح، سواء هنا في داخل الجزائر أو السياح من الخارج. لكن في ظل كل هذا السيد يوبي، في رأيك لماذا تبقى السياحة الجزائرية دائما غائبة عن مثل هذه ربما الاحتفالات؟ احنا نشوف أنه اليوم أن المواطن الجزائري كما سبق وذكرت أنت في مقدمتك أنه في هناك عزوف من قبل المواطنين، وأنه ربما بعض المقومات السياحية تبقى بعيدة كل البعد عما ربما تقدمه الدول خاصة الشقيقة هنا فقط، يعني ما تقدمه لزبائنها وسواحها. في رأيك لماذا كل هذا التأخر ولماذا كل هذا الغياب من طرف السياحة الجزائرية؟ سيدتي، في مع استقلال الجزائر كانت وجهة سياحية بامتياز، ولكن حتى إلى سنوات التسعينيات مع سنوات الإرهاب والدم، يعني خلاص قضات على السياحة. نشوف مثلا كمثال، ناخذ كمثال دولة داروا فيها عمليتين إرهابيتين، خلاص السياحة راحت في بلادهم، فما بالك الجزائر 10 سنوات. بعد ال10 سنوات هذه أو بعد العشرية السوداء، حاولت الجزائر بطريقة أو بأخرى أنها تعاود ترجع السياحة، ولكن كان فات الأوان في تلك الفترة. وحتى من يعني من الخارج سوقوا وسودوا صورة الجزائر أصبحت بلد لا أمن، بلد كذا بلد كذا. احنا كي بدينا نعملوا برامج للصحراء الجزائرية، لاحظنا أنه الأمن مستتب، بالعكس، ولكن ولعلها أكثر بلاد آمنة في المنطقة هي الجزائر، ولكن تبقى الجهات الخارجية اللي تسود دائما صورة الجزائر، ومنها الكي دورسي الفرنسي اللي دائما يضع الجزائر في الخانة الحمراء، رغم أنه الجزائر بلد آمن ولعل هناك أحداث من هنا وهناك وما هيش أحداث إرهابية، ولكن الجزائر بصفة عامة بلد آمن، وحنا كجزائريين نلاحظوا هذا. هذا أول عامل، اللي هو العامل الخارجي. ثانيا، بعد العشرية السوداء ما كانش ناس، يعني لازم نقولوها بكل اسف، لانه اذا كان نحبوا نطوروا انفسنا لازم نحطوا ايدينا على الجرح، ما لازمش نقعدوا نكذبوا ونغطيوا الشمس بالغربال. قليل الناس اللي متكونين في السياحه، يعني ونقدروا في الجزائر اليوم نبنيوا بهم منظومه سياحيه، قليل. احنا اختلطنا بجميع الناس، سواء وكالات سياحيه او فنادق او يعني اطارات لتسير السياحه في الجزائر، ما همش يعني ماناش نشوفوا، ما كانش تكوين سياحي يعني في المستوى. وحتى الناس اللي تكونوا في السياحه وتكونها من المدرسه العليا للسياحه، قليل منهم اللي يفتح وكالات سياحيه او يفتح فنادق هنا في الجزائر، اغلبهم يروح للخارج يكمل دراسته او يستقر في الخارج مع الاسف. منذ يعني بدايه هذا القرن ما لاحظناش انه يعني كاين سياسه سياحيه مستدامه، رغم انه هناك مخطط توجيهي 2008 2030 لدارته وزاره السياحه، هناك يعني عمل كبير قامت به، ولكن ما زلنا لم يعني حتى في عهد الرئيس تبون احنا فرحنا لما في خطاب تنسيبه تكلم على السياحه وتكلم على الوكالات السياحيه، وحتى في المجلس الحكوميه او الوزاريه يوم 12 سبتمبر الاخير اظن، انه تكلم على السياحه واعطوا اولويه للسياحه والسياحه الداخليه وكل شيء، ولكن في ارض الواقع ما زلنا ما شفناش يعني ميكانيزمات حقيقيه لتطوير والترويج والتسويق للسياحه. يعني قلت لك الفريق الوطني الجزائري هذا لازم نستفيد منه كثيرا، لأنه قام بالترويج والتسويق لوجهة الجزائر بصفة رائعة، ولاحظنا في مواقع التواصل أو في القنوات الإعلامية كيفاش الناس
بدات تهتم بالجزائر وبدات تعرف الجزائر وبدات الناس تسال على الجزائر ويشوفوا، وهذا يعني طريقه. هناك هيئه وصيه في وزاره السياحه اللي هي الديوان الوطني للسياحه، ولكن مع الاسف لا يقوم بدوره لسبب او لاخر، ممكن لسبب نقص الميزانيه. لاحظنا كذلك ما قام به السيد الوزير الاول في دبي في يعني في المعرض الجزائري هذا. نحن نحتاج الى مثل هذه التظاهرات والتعريف وكشف صورة الجزائر للأجانب وحتى للجزائريين اللي مع الأسف اللي ما يعرفوش بلادهم، وحتى للجزائريين المقيمين في الخارج لما يجيوا هنا. يعني مع الأسف ما كانش مرافق، يعني نقول لك لما في الصحراء الجزائرية كلها 24 ولاية كاين 16 ألف سرير فقط، نعطيك الحالة. كذلك في السياحة الحموية هناك أكثر من 80 يعني ستاسيون ثيرمال لما فيهاش مرافق يعني تصل الى العالميه. السائح الجزائري او السائح الاجنبي لما يعمل سياحه في بلاده ويسافر في بلاده، السائح الجزائري راهو سائح بامتياز، علاش يروح للدول ومعروف ومقصود من طرف الاسواق الدوليه؟ والسائح الجزائري اليوم يبحث على مستوى معين من الخدمات. السائح الجزائري اليوم سائح راقي، هناك العديد من يعني الـ انواع السياح. هناك السائح المغامره اللي يبحث على المغامره، وهذو هما الناس اللي راهم يسافروا في الجزائر اليوم، وهذو هما الناس اللي راهم يسافروا للصحراء سياحه المغامره اللي هما فئه الشباب. اما العائلات مع الاسف فهي ما لقاتش وين تروح، زياده على الازمه الاقتصاديه، لانه لما تسافر انت كوكيل سياحه تعمل برنامج لطمن راس ب6 ملايين، عائله اللي فيها ربع اشخاص راهي تسقم 24 مليون. 24 مليون سعر التذكره لطمن راس اليوم راهو 33 الف دينار جزائري، غاليه. كذلك اسعار الفنادق او منازل الايواء او الاكل يعني راهو غالي مقارنه بدول اخرى، اللي يقدر ممكن ب60 الف دينار او ب70 الف دينار يروح هو وعائلته كاملين. يعني نعم، في ظل هذه العوائق سيد يوبي يعني في ظل هذه العوائق التي تقف اليوم امام السائح الجزائري، يعني ما هي البدائل التي تعتمدها الوكالات السياحيه دائما من اجل الترويج لعروضها ورحلاتها خاصه مع احتفالات راس السنه؟ شوفي، هو احنا كوكالات سياحيه اعتمدنا في الترويج والتسويق بالنسبه للوكالات اللي راهي فاتحه، لانه قلنا انه 90% راهو غالق اليوم. نعم. بالنسبه للوكالات اللي راهي فاتحه تعتمد طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتمد على كل ما هو اليوم انتقلنا الى الترويج والتسويق والعمليات الاشهاريه عن طريق الشبكه العنكبوتيه، لانه هي اسهل طريق واسهل للولوج الى المواطن الجزائري، وكذلك للتعريف والتسويق والترويج للسياحة الداخلية وكل المناطق السياحية الجزائرية. البرامج موجودة، المسالك موجودة، يعني برامج سواء للصحراء، سواء لمنطقة الهوكار أو تاسيلي ناجر جانات طمن راس، أو كذلك منطقة الثورة تيميمون تغيت، البرامج موجودة وكانت موجوده منذ القدم، ماهيش اليوم وراح تكون. ولكن مع الاسف التسويق او الترويج لهذه المراجل المناطق السياحيه هو اللي ناقص. لابد ان نلعب دورنا جميعا، يعني السلطه المركزيه او الدوله الجزائريه او السلطه العموميه تسوق وتروج اكثر لهذه الوجهات. كذلك الاعلام انتم كذلك تلعبوا دور هام في التسويق والترويج، يعني اصطحاب اصحاب الوكالات السياحيه في رحلات او كذا. وكذلك الوكالات السياحيه لازم تلعب دورها كذلك، لانه لازم نخدموا شويه على البلاد. صحيح انه خدمنا قبل السياحه الخارجيه وكانت هي الدخل الرئيسي للوكالات السياحيه، ولكن اليوم اظن انه لازم نخدموا شويه سياحه داخليه، ولكن في اطار لازم الدوله توفر الظروف المناسبه. لازم نعرفوا اليوم، لازم نتحدثوا، لانه اخواننا في الصحراء يعانيوا كوكالات سياحيه، انه اغلب المسالك السياحيه مغلقه لاسباب امنيه. يعني أظن أنه آن الأوان للنظر ومناقشة هذا الأمر بطريقة تسمح. ما نقدروش نديروا السياحة والسياح يعني يصطحبوهم رجال أمن، نحييهم على كل حال يقومون بجهود جبارة، ولكن السائح لازم أنت لما تكون تنطلق أو تزور دولة، أول عنصر
يعني يكون شرط انك تروح للدوله هذه او تزور المنطقه هذه لازم يكون فيها عنصر الامن. لما انت تصطحب معاك فرق الدرك او فرق الشرطه او كذا، اللي نحييهم هم يكونوا بجنود جباره، ولكن هذا ما يمدش صوره جيده للسياحه الجزائريه. احنا كنا اقترحنا انه تكون هناك شرطه سياحيه ترافق السياح سواء الجزائريين او الاجانب، لانه هذا يمد فرصه لجهات اخرى انها تطعن في الامن وسلامه الجزائر، وتمد فرصه انه نقولوا انه الجزائر ماهيش منطقه امنه. هو على العكس، يعني الحمد لله الامن مستتب في بلدنا الحبيب الجزائر. هذه بعض الصور. احنا كوكالات سياحيه يعني نستطيع ان نعاود نرجع نخدمه رغم العوائق الماليه او الماديه، او مع الاسف الان لاحظنا انه حتى اللي يشتغلوا في مجال السياحه، انا لما نتكلم مع اصدقائي واخواني من اصحاب الوكالات السياحيه يقولوا انه العمال كلهم راحوا من الشركات لانه الجائحه طالت، وحنا كوكالات سياحيه ما عندناش باه نقدروا نخلصوا الخدامه. وكذلك العمليه الاقتصاديه، حتى لو تشتغل على السياحه الداخليه العمليه غير مربحه وما تقدرش تخلص بها التكاليف تاعك، لانه كاين اللي كاري مقر الوكاله تاعو. كذلك كان عندنا مشكل، صادفنا انه مشكل بيع التذاكر. الخطوط الجويه الجزائريه مع الاسف رات انه عمليه انه اعطاء بيع التذاكر للوكالات السياحيه عمليه غير مربحه، واعتمدت على الموقع الرسمي تاعها في بيع التذاكر. مع الاسف هذا كذلك مما خلى الوكالات السياحيه يعني كان عائق كبير، وحتى به نبداو لانه السياحه الداخليه ماهيش على طول السنه. صحيح موسم السياحه الصحراويه يبدا من اكتوبر حتى الافريل، ولكن المناطق الشماليه واش حتشتغل انت في جوان وجوي وأوت، رغم انه الجزائر اللي سافر مثلا من عنابه لتلمسان او من تيبازا الى مدينه القاله، العائله الجزائريه تسافر في سيارتها ويسافر وحده ويعرف يعني وين يروح وكل شيء، ما يعتمدوش على الوكالات السياحيه. وهذا خطا للوكالات السياحيه، لانه الوكالات السياحيه قبل جائحه كورونا مع الاسف كانت تنظم فقط رحلات للخارج، ما كانتش تنظم رحلات للداخل. بون ماهيش كامله، اغلب الوكالات كانت تنظم تعتمد في مدخولها على السياحه الخارجيه. نعم السيد يوب، يعني هل نفهم من خلال كلامك أن الوضع الصحي الراهن الذي تعيشه الجزائر يعني ساهم بشكل كبير في انعاش السياحه الداخليه؟ نعم، رب ضاره نافعه. السياحه الداخليه لولا جائحه كورونا لما قصد الجزائريون المناطق السياحيه الجزائريه الداخليه، لانه الجزائري في عقليته وتربى الجزائري في عقليته وثقافته انه السياحه هي حمل جواز سفر ومغادره الجزائر. اليوم من كما يقولوا من الاشياء اللي نحمد ربي فيها على يعني انه كورونا من المفروض انها يعني تكون اكبر نعمه على السياحه الجزائريه هي كورونا. لانه اولا بدينا بالسياح الجزائريين، لانه هذا كان مخطط وكان منذ 2014 او 15 انه الدوله الجزائريه اتجهت الى التسويق والترويج للسياحه الداخليه بالنسبه لسياح الجزائر، وبعد ذلك الجزائريين المقيمين بالخارج، وبعد ذلك الاجانب. ولكن قلت لك سيدتي السلطات العموميه او يعني الدوله الجزائريه ما كانش ميكانيزمات حقيقيه اللي استغلوا بها يعني ازمه كورونا هذه، وجعل وتوجيه الجزائريين الى السياحه الداخليه الجزائريه. لانه لازم نعرفوا انه الجزائر قاره وفيها جميع انواع السياحه، سواء السياحه الرياضيه او الثقافيه او سياحه المغامره او سياحه الاحداث كما اليوم نشوفه مع الفريق الوطني، او السياحه الجبليه، او سياحه يعني الشواطئ، او السياحه او كل شيء نقدر نديره في الجزائر. ولكن لابد ان نستغل الفرص اللي مدها لنا رب العالمين، لانه غدا لو تفتح الحدود ونفتح الحدود البريه والجويه والبحريه راح نشاهدوا ان الجزائريين راح يخرجوا للخارج. حتى كي تحكي في الشارع مع الناس يقول لك انا تغمينا الدنيا مغلوقه، يعني العقليه الجزائريه في الجزائري في ثقافته مع الاسف ما يعتبرش السفر في بلاده سياحه. لكن حتى غلاء الاسعار يقف حاجز امام الجزائري السيد يوبي، يعني مقارنه يعني بدول اخرى احنا نشوف ان الاسعار هنا في الجزائر تكون مرتفعه نوعا ما. نعم مع الاسف هذا من الميكانيزمات،
الأسعار مرتفعة والخدمات متدنية. وأنا قلت لك أن السائح الجزائري سائح راقي. إحنا في المعارض الدولية اللي تقام هنا في الجزائر للسياحة أو في الخارج، تلاحظي أنه الأسواق، هناك عديد من الأسواق، مثلا الأسواق التركية أو الأسواق التونسية أو الأسواق المغربية أو الأسواق يعني دبي ولا أسواق العمرة ولا الأسواق المصرية كذلك، يجيوا هنا للجزائر ويحاولوا أنهم يستثمروا بقوة ويحاولوا أنهم يروجوا ويسوقوا للوجهات تاعهم. والجزائريين يقصدوا كذلك هذه الوجهات، هذو هم الوجهات اللي كانت معروفة مع بعض الوجهات كأندونيسيا وماليزيا والصين، ويعني الوجهات الأوروبية قليلة، بلغاريا مثلا، اللي كانوا يقصدوها الجزائريين. ولكن ترويج وتسويق للجزائر ووجهة الجزائر لا نلاحظه بتاتا، حتى المشاركه في المعارض لدوله الجزائر والديوان الوطني للسياحه. انا شخصيا يعني كنت سافرت وشاركت في عده معارض وكنت مزور، في اغلب المعارض العالميه غياب تام، مثلا معرض تركيا او معرض روسيا او معرض دبي اللي شاركت فيه الجزائر، وكانت مشاركه قويه جدا والحمد لله لاول مره يعني شفناها. وانا كنت سعيد جدا بانه شفت الجزائر وبلادي حاضره في يعني منتدى عالمي كبير كما هذاك. هذه خطوه ايجابيه ديجا الحمد لله. ولكن في السنوات اللي فاتت كان غياب تام، حتى المشاركات كانت مشاركات محتشمه ولا ترقى الى مستوى بلد مثل الجزائر مع الاسف. اليوم لازم نستغل هذه الفرص، عندنا هناك كما قال السيد رئيس الجمهوريه المره الاخيره انه هناك تموقع للدول، لازم نتموقع احنا كذلك سياحيا، لازم الجزائر تبذل مجهود كبير. لما نشوفوا كذلك سيدتي انه من اضعف الميزانيات، لما نقراوا قانون الماليه او المصادقه نلقاو من اضعف الميزانيات ميزانيات وزاره السياحه مع الاسف كذلك. نظن انه هذا من اكبر العوائق، لانه باه تستثمر في السياحه لازمت لك اموال. الدول المجاوره لنا لو نشوفوا ميزانيات السياحه عندها راح نلقاوها ممكن اضعاف الاضعاف لميزانيات وزاره السياحه، او ما هو به نخلق منظومه سياحيه. كذلك لابد ان نستعين بالخبرات على الاقل اخواننا التوانسه، لانهم في مرحله معينه في مرحله سابقه استعانوا بخبرات الجزائريه واغلب الكوادر التونسيه دائما. إذا مشاهدينا نعتذر على هذا الخلل، كل الشكر لكم. كما كنتم تتابعون معنا كانت هذه بعض الآراء من طرف السيد مولود يوبي. إذا مرحبا بك مجددا سيد يوبي، نعتذر. أنا فعلا سيدتي أنا اللي أعتذر، قلت لك لابد أن نستعين بالخبرات من جيراننا التوانسة، لأنهم استعانوا بالخبرات الجزائرية في السبعينيات مع إنشاء المدرسة العليا للسياحة، وراحوا داروا مناطق سياحية في تونس اللي هي سوس وحمامات، وكذلك منطقة قمرت هنا، يعني مناطق سياحية ممكن أن نستعين بخبراتهم ونستعين بهم. اليوم الجزائر محتاجة إلى كل السواعد الجزائرية الغيورة على البلاد لبناء منظومة سياحية مستدامة. نستعين كذلك بإخواننا ممن وأشقائنا في خبراتهم، ما هوش عيب أن نتعلموا، لأنه كل شيء بالعلم. إذا حبينا نطوروا أنفسنا ونطوروا سياحتنا اليوم لابد من اعتماد ميكانيزمات عالمية، والفنادق الجزائرية تكون ذات يعني جودة عالمية وترقى إلى مستوى بلد اسمه الجزائر. كذلك الوكالات السياحية، نحن اليوم لابد أن نطور من أنفسنا، ولابد أن نراجع سياساتنا في وكالتنا السياحية، ما نخموش فقط على الجانب التجاري، نخمو على الجزائر بلادنا كذلك. إن شاء الله. إذا شكرك السيد مولودي برئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والسفر، كل الشكر لك سيدي. إذا مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، غرفة الأخبار لازالت متواصلة بعد الفاصل.